أهلا بكم. بالفعل في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي جرى إغلاق ميناء إيلات بسبب الحصار الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، وانتقلت أنشطته إلى مينائي أشدود وحيفا على البحر المتوسط، كما جرى تسريح نحو 50% من عدد العمال. هذا الواقع المضطرب أمنيا أدى إلى خسائر تشغيلية في الميناء تقدر ب 14 مليون دولار في ظل إغلاق الممر الملاحي في باب المندب وتحمل الميناء عبء النفقات الهائلة لاستمرار أعمال الصيانة ودفع أجور الموظفين طوال الأشهر الماضية. غابت أنشطة الملاحة والتجارة وحركة الاستيراد والتصدير، فطالبت إدارة الميناء بالتعويضات المالية من الحكومة الإسرائيلية. فالميناء يعد مركزا لحركة التجارة الصادرة والواردة من فلسطين المحتلة وإليها، خاصة مع دول آسيا وأفريقيا، كما كان بمنزلة بوابة السيارات الواردة إلى السوق الإسرائيلية، حيث تقدر الفائدة الاقتصادية السنوية بنحو 50 مليون دولار. يقع الميناء على ساحل خليج إيلات في البحر الأحمر، ويعد البوابة الجنوبية للكيان إلى دول الشرق الأقصى وأوكيانوسيا وأستراليا. هناك سعي إلى توسيعه وربطه بخطوط سكك الحديد الإسرائيلية، لتكون لديه قدرة على تفريغ واستيعاب 300 ألف حاوية وخمسة ملايين طن من البضائع ومئتي ألف مركبة سنويا. يعتبر ميناء إيلات صغيرا نسبيا، لكنه أصبح أكبر بوابة للسيارات في إسرائيل، إذ يشكل استيرادها نحو 75% من إجمالي النشاط فيه، ويمر عبره نحو 6% من البضائع التي تصل إلى كيان الاحتلال من دون الحاجة إلى المرور عبر قناة السويس.